في مقطع اليوم راح نجرب اغرب مابات الكرييتف 2 اللي موجوده في التيك توك. طبعا يا جماعه هذا راح يكون الجزء الثاني بعد ما نزلت الجزء الاول. ما شاء الله التفاعل اسطوري، 400 الف مشاهده، كل العالم بالتعليقات سوي جزء ثاني، بدنا جزء ثاني. ابشروا ابشروا عشانكم انتم، يعني مو عشان المشاهدات. اوكي، فقبل ما نبدأ يا أسطورة خلنا نوصل هذا المقطع ل 20 ألف لايك، لازم نوصل. لكن المهم أنه نستخدم كود الايتم شوب اس بي اي. شكرا لكل واحد عم يستخدم هذا الكود. وهلأ صار وقت أنه ندخل إلى التيك توك. عندنا أول ماب جراند في فورتنايت. شوفوا هالسيارة، كفرات بتلف 180 درجة، والله شكلها فورتنايت. حتى حاطين كود الماب. أوكي، يقدر يغير لون السيارة. خلنا ندخل إلى الماب، خلينا نجربه بسرعة. دخلت إلى الماب، عندنا كار ستوديو ستارت، نضغط ستارت. شوفوا المؤثرات والأصوات اللي حاطينها. خلينا نشوف سيارتنا. أيوة، تشينج كلر، نغير الكلر يعني، نختار لون أسود. تمام، هنا عندنا تشينج سكاي، خلنا نشوف يعني شو أغير أنا. الليل، أحط ليل نهار. وهنا عندنا بلاي فيديو، ضغط بلاي فيديو. اوكي، نشوف السيارة يعني، وندخل داخل السيارة. شوفوا هاي تيسلا، والله ما ادري شو هاي السيارة. اوكي، ضربت الغلط. طيب خلينا نجرب نسوها. اتوقع انه كان بيسوها بالمقطع صح. اوبن، ايوه، شلون اركب؟ لا مو هيك، لازم اركب شكلي، ما فيني اركب، ما فيني اسوها. فيك تفتح الابواب، تفتح الورا، تفتح هذا الباب وهذا الباب، وتفتح تصلح يعني. ايش بتصلح؟ للاسف يا جماعه ما بتقدر انك تسوق السياره. ضحكوا علينا. الماب اللي بعده ماينكرافت في فورتنايت، حاطين كود بالماب. شوفوا شلون عم يبني نفس ماينكرافت، عم يبني مربعات. شوف يبني مربع. لازم نجربه، خلينا نجربه بسرعه. اوكي، دخلت الى الماب. هلو، شوف والله ماينكرافت. ايوه، رح يبدا الجيم. يلا بسم الله لنشوف طريقه اللعب، هل نفس المقطع ولا شلون؟ يعني بيقولوا لنا هون انه تختار ميزه يعطوك اياها، اتوقع هي ميزه يعني مثل التي ان تي، ناخذها؟ ما بعرف، اخذتها. احنا حاليا على جزيره شكلها حرب البيض او حرب السرير، ما بعرف، الله اعلم. بدانا. هذا الشيء اللي معي، ما معي موارد. رقم 5 في حط التي ان تي، شكلها تنفجر. اجرب؟ لا لا والله يا جماعه ما نعرف شيء. نقدر نجمع موارد من الشجر، شايفين هاي الشجر، شجر ماينكرافت موجود عندنا. اوه ماي جاد، هذا شو لو كسرناه شو يعطينا؟ لاكي بلوك يعني؟ يعني مثل لاكي بلوك، يعطينا شيء هيك حظ، انت وحظك. هذا هو البناء، هيك نبني. ايوه، وكمان ابني وحده. يطير. عندنا مكعب لاما، خلينا نشوف شو يعطي. ايوه، اعطاني شيء، لو اخذته واستخدمته ساعدني على التنقل. طب نروح الى النص، اضرب. هذول وينهم اللي هنا؟ السلام عليكم، تعال. ما يدمج، ما يدمج، مشكلة العب. مشكلة العب على سيرفر اوروبي، يشوفوا البينج عندي. اذا متت شو يصير؟ اخسر؟ خلاص خسرت، بس هاي الفكرة. الماب اللي بعده، ايوه شفيق. وعندنا ستيف في ماينكرافت. الو، شوفوا عم يلعبوا فورتنايت. لكن مو حاطين كود الماب. عندنا ماب ماريو كارت ان فورتنايت كرييتف 2. حلو، يعني مثل لعبة ماريو. شوفوا التصميم، لا والله التصميم رهيب، التصميم حلو، لكن ما اعرف التحكم صعب ولا سهل ولا. خلنا نجرب، خلنا نجرب. دخلت الى الماب، شوفوا التصميم الاسطوري يا اخي، رهيب. هي سيارتنا اللي نركب فيها، نركب السياره ونبدا على طول، على طول ابدا. ليتس جو. يا سلام يا جماعه، والله ولا كانها فورتنايت، تحس نفسك تلعب لعبه غير حرفيا. اوكي، ننزل. رحت، صرت. شو بيصير؟ وقعت بالغلط، عيد من الاول، يخرب بيتهم. خلنا نرجع نجرب، نحاول نفوز الماب باسرع ما فينا. اوكي، نحاول نغش، اصبروا. ايوه، لا ما فيك تغش، خلاص لازم تكمل. اوكي، الماب اسطوري. الماب اللي بعده واللي هو فيشي، يعني تعدل السمكه، فيشي ديمينس. ايوه، عندنا اسكن السمكه. لا
لكن صغير ولد تقدر تعدل عليه. شوفه تقدر تستخدمه، تصمم السكن اللي بدك اياه وتدخل تلعب بهذا السكن 2D، تلعب بطريقة 2D ضد القطط. خلنا نجربه. دخلت الى الماب بلاي. شوف سكن السمكة، هاد ابن سكن السمكة اللي عندنا. طيب خلنا نلبسه، شو نغير له ملابسه؟ والله ما بعرف. تقدر تحط تصميم جاهز، عالم مصممينه، نحط هذا التصميم. اوه حلو، يلا خلنا ندخل. اي سكني؟ هذا السكن اللي صممناه وصغير على فكرة. ايوه ننتقل في بوابة الفورتنايت، ما بعرف دخلنا في بوابة. عم بيقول لك اختار يعني المستوى اللي بدك اياه، صعب، ايزي، عادي. خلنا نحط عادي. اوكي انا ضد القطط. اوكي تمام، فهمت. هدول القطط ضدي. ياي. لازم اني ما اجي على النقطة الحمراء واضربهم، شايفين هيك اضرب. ايوه بس اضربهم قاعد بدمجهم، في دمج فوق. هاي القطط ضربوني، لازم اهرب. ياي. هي لي ثلاثة فقط، باقي معي قلبين فقط بس. يلا ها خلاص قتلتهم. اوكي هلا راح اواجههم، حصروني، شكلي بموت. عم يرموا علي سمك. خلاص خسرت. صعبة هاللعبة، والله صعبة، ما انها سهلة. بدي ارجع من الاول، ارجع عيد من الاول. اوكي خلاص يعطيكم العافية، يعطيكم العافية. نيو فريستاج، شو هاد الماب يا جماعة؟ ماب التجمد، واجاه بطريق. يجيك بطريق يجمدك وبعدين يجي صاحبك يفك عنك التجمد. دخلت الى الماب، شوفوا اللاعبين اللي موجودين، شكله ماب مشهور يعني. لازم خلال 10 ثواني تختار اللي انت بدك تسويه، يا اما تختار صياد يا اما تدخل هنا. ايوه لا انا ما راح اكون صياد، لازم اني اهرب. ايوه لازم نهرب. طيب يلا امشوا، في 10 صيادين، وينهم؟ صيادين عباره عن بطريق صح؟ لو لمسوك يجمدوك. اخرب على صاحبي. أوب. ليش ما اخرب؟ كرهت عليهم. معي شيء اضغطه، ما اعرف شو يسوي، شو يسوي هذا اضغطه؟ لا يا كلب الله ياخذك. لو ضغطت معي اشياء اضغطها، اقسم بالله ماني فاهم منها شيء. في بطريق. راح اروح افك التجمد عن صاحبي. انزل روح امشيك. والله لازم افك عنهم التجمد. ايوه بس يلا ها يلا انزلوا هربوا. جمدوني الله ياخذكم. ايوه اضرب. اضربنا انا. انا هون لا تتركوني وحدي، لا تتركوني، اخذني معك. الله ياخذك يا سفلي عشي يا احول. هربنا. ايوه نروح نساعد اصحابنا. والله فكرة الماب حلوة، لكن جمدوني مرة ثانية. ها قطة بفورتنايت وكلب. في حيوانات، شوفوا تقدر تشتري حيوانات خليها عندك، تقدر تمشي القطة وراك. دخلت الى الماب. ايوه عندنا قطة. عندنا قطة والله. الحيوانات صارت موجودة بفورتنايت، وعندنا هون كلب ما شاء الله. طب وين باقي اصحابكم؟ هنا. ما معي جولد للاسف عشان اشتري، شلون اجيب جولد؟ شوفوا عندنا هون اربع انواع من القطط واربع انواع من الكلاب، خرب بيتهم. احاول اجيب جولد، اصبروا انزل. ايوه تنزل فايتات مع عالم، تقتلهم تاخذ جولد وتروح تشتري قطه او كلب وتخليه يساعدك يعني بالمعارك. وات يا جماعه، مو هاي اللعبه اللي عصبوا منها اليوتيوبر يصير يطلعوا مناطق عاليه، شو اسمها؟ شوف شلون تقدر تلعبها بس صعبه كثير. لا هاي تجلط، اللعبه الاصليه يكون فيها شخص وسريعه. خلينا نجربها. شوفوا دخلت الى الماب، شلون التحرك؟ انط. في لاج يحتاج تعديل. صعبه، فيها لاج وبطيء، ولازم تضلك تنط واحده. لكن شوفوا سبيدوري. الله ياخذه، اضل سنه ممكن عشان اطلع فوق اخر شيء، او حل عني اروح العب اللعبه الاصليه اسهل. طلعني. الحرب العالميه الثانيه، ماب بفورتنايت. ايوه طيارات، شايفين دبابات، والدبابه موجوده عندنا بفورتنايت. شوفوا الغابات والمعارك، والله يا جماعه ممكن يكون حلو، خلينا نجربه. اوكي يا جماعه دخلت الى الماب، شكله الماب 20 ضد 20 على الاغلب هيك. عندنا هون اسلحه ناخذها مثل كول اوف ديوتي او الالعاب الثانيه. يخرب بيته، مين هدول؟ في واحد بيضربني، انت معي ولا ضدي؟ ريسبون.
شوف شلون ضربوني. بس ما انت مره ثانيه ولا شو؟ اختار A B C D. اختار A. رسمن بمنطقة A. اوكي منطقة A لسه مو مسيطرين عليها شكلهم. شوف البيوت يا تصميم البيوت هيك كأنك كول اوف ديوتي او العاب ثانية. جماعة الاصوات والتصميم والله حلو. شوف شوف هنا هذا الخندق. شوف الخندق صح. شوف التصميم. شوف هاي الدبابة منفجرة هون. العالم داخلين فايدات. شوف او ماي جاد عم يضربونا بالدبابة. اضرب يو شال صاحبي من السنايبر. شكله في واحد سنايبر مختبئ هون. ايوه اصبر في منطقة ريد زون ولا شو؟ ما بعرف بتدمج. لازم ننزل الخندق عشان ما ندمج. انا ليش بتدمج؟ اموت واعرف ليش بتدمج. الله ياخذ الماب. اوكي فكرته حلوة لكن ما مو فهمان شيء. الماب اللي بعده جي تي اي ان فورتنايت. تعدل السيارة. او ماي جاد تركب بالقطار تمشي. شوفوا تصميم الماب. بيوت عندك شكلها حياة واقعية او شيء يعني. تعدل البيت اللي بدك اياه نفس جراند. اصبروا خلنا نجرب. دخلت الى الماب. عندنا سيارة بتمشي. شوفوا تصميم المباني. الماب بيبدأ بعد 21 ثانية. في احد داخل معي؟ في واحد داخل معي. السلام عليكم. كيف الحال؟ الو شوف عرفني؟ هلا شكله ما عرفني. رجع رجع اسمه يدور رجع. اوكي بدأ الجيم. معانا 5 دقائق ونص. شكله في فايت. ايوه اصبروا شكلي لازم احافظ على هذا الشيء اوصله الى منطقة ثانية بدون ما اخسر. لا الماب وين 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 جراند؟ ليش بيضحكوا علينا بيبا مات جراند؟ الفكرة مختلفة. هاي اوفر واتش هاي مو جراند. الله ياخده. روح اضوي. خلاص لازم امشيها لازم اضل امشيها لحد ما افوز. الله ياخدهم ضحكوا علينا. عندنا هون ماب القنابل. تقدر تحط قنابل والعالم هي عم تمشي. اوكي والله تحط قنابل عملاقة مع انه هاي القنابل منها موجودة بفورتنايت يعني سلاح جديد. شوفوا يفجر كل شيء. خلينا نجربه. دخلت الى الماب يا جماعة. شوفوا تصميمه نفس اللي بالمقطع لكن للأسف ما في حد دخل معي. هو الماب لأربع أشخاص فقط. اسم الماب بومبر مان. أتوقع هاي لعبة. ممكن هي لعبة. أوه شوفوا يا جماعة هاي لعبة بس أنا ممكن ماني لعبها. لعبة موجودة يعني. وات هذا الشيء بيتوزع. أوه ماي جاد يا التصميم يا أسطورتي. وهذا الشيء اللي معي شو؟ قنبلة لا تنفجر يا الله يخليكي. ما أقدر أنط. فجرت. ايوه اقدر افجر وامشي. شوفوا احط القنبله واروح اختبئ وتنفجر. والله شكلها الفكره ماخوذه من لعبه. طيب لو فجرت نفسي شي يصير؟ شي يصير؟ خلنا نشوف. افجر نفسي ولا ما ينفجر؟ اخسر. اوه شوفوا فورتنايت واقعيه 100%. شوفوا الطياره شلون. هاي فورتنايت ولا المياه؟ خلنا نجربها. اوكي يا جماعه دخلت الى الماب. شوفوا الجبال سماء لكن خلنا نطلع بطياره يعني ونجرب نشوف فورتنايت من فوق. اصبر خربيتها شلون اسوقها نسيان. ايوه بالماوس. اوه ماي جاد شوفوا. الله ولا كانها فورتنايت كانها لعبه ثانيه. اضرب. حس نفسك في جراند او لعبه ثانيه والله. شوف التصميم. انزل انزل انزل. ايوه نزلت. يا هاي القارب خلينا ناخذ قارب. او ماي جاد المياه يا جماعه غير. شوف المياه. اضرب. يا هاي ماب فورتنايت الواقعيه. خلص يا جماعه بكفي جربنا مابات كثير. اكتب لنا تحت بالتعليقات افضل ماب شفته. وقبل ما تطلع مهم اضغط لايك خلينا نوصل 20,000 لايك. اوكي اقل شيء 20,000 لايك. فبس كان معكم مسورة من قناه سبايدر جيمر. بيس اوت.